اهلا بيكم اصدقائي المشاهدين في حلقه جديده النهارده. برحب بيكم في حلقه يوم التلات في برنامجنا يلا نشهد. وبشكر رب من اجل كل حد من متابعينا في كل مكان. بشكر رب من اجلك من اجلك بشكر رب من اجل كل اتصالات بتجينا من عندكم. بشكر رب من اجل متابعتكم للبرنامج بتاعنا. وبشكر رب من اجل كل الاحبه اللي بيثقوا فينا وبيبعتوا لنا كمان طلبات الصلاه. النهارده حلقتنا هنتكلم في موضوع جميل حلو قوي. انا عارف ان في البعض نسبه كبيره من احبائنا احتفلوا الاسبوع الماضي بقيامه الرب يسوع المسيح، عشان كده النهارده حابين نتكلم كمان وناخد وقفه حوالين قيامه المسيح من ناحيه اهميه القيامه ليك وليا للتلاميذ، اهميه القيامه في تحقيق كل النبوات. فاشجعك انك تتابع معانا الحلقه، واشجعك كمان انك تكتب طلبات الصلاه وتبعتها لينا. وفي اخر الحلقه النهارده هيكون عندنا وقت بنصلي مع كل طلبات الصلاه. تعالوا مع بعض نرحب باخويا ماجد. اهلا بيك اخ ماجد. اهلا بيك خسيس. اهلا كيفك؟ تمام. نشكر الرب عزيزي. نشكر الرب. تعالى نخش كده ونرنم ترنيمه. امين. مستحقين لمحضر الرب. مستحق. امين. يسوع فوق كل اسم في الحياة، هو المسيح الملك، هو الملك. تجثو له كل ركبة، يعترف كل لسان، هو الإله، هو الإله. اسم يسوع فوق كل اسم في الحياة، هو المسيح الملك، هو الملك. تجثو له كل ركبة، يعترف كل لسان، هو الإله، هو الإله. أعطوا مجدا للحمام، امين. تعالوا مع بعض احبائي نقرا من كلمه الرب في كورنثوس الاولى اصحاح 15 ومن عدد 1 ل 20. كورنثوس الاولى اصحاح 15 ومن عدد 1 ل 20. واعرفكم ايها الاخوه بالانجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقيمون فيه، وبه ايضا تخلصون ان كنتم تذكرون اي كلام بشرتكم به، إلا إذ كنتم قد أمنتم عبثا. فأنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم للإثنى عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باقي إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا. بعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا، لأني أصغر الرسل، أنا الذي لست أهلا لأن أدعى رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله، ولكن بنعمة الله أنا ما أنا، وبنعمته ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة، بل أنا تعبت أكثر منهم جميعا، ولكن لا أنا
بل نعمة الله التي معي. فسواء أنا أم أولاك هكذا نكرز وهكذا أمنتم. ولكن إن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات، فكيف يقول قوم بينكم أنه ليس قيامة أموات؟ فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلا كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم. ونوجد نحن أيضا شهود زور لله، لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقيمه، إن كان الموتى لا يقومون. لأنه إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم. إذن الذين رقدوا في المسيح أيضا هلكوا، إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فأننا أشقى جميع الناس. ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار بكورة الراقدين. أمين. يبارك الرب لينا القراءات المقدسة. أخ ماجد، الرسول بولس كتب لينا بعد عدة سنين من مشهد الصلب والقيامة، واللي كاتب لينا الجزء ده الحقيقة واحد من مش شخص عادي طبعا. بولس كان مضطهد الكنيسة ومضطهد المسيحيين، وقف وشهد على قتل رجال بعض رجال الله، لكن بيكتب لينا الجزء ده بيقول انه لو المسيح ما ماتش فباطل الكرازة بتاعتنا، فباطل الشهادة بتاعتنا، ونعتبر شهود زور. الجزء ده بيمثل لك ايه لما قبل ما نخش في الموضوع؟ حقيقة هذا الجزء هو اللي يؤكد أنه قيامة المسيح هي حق مركزي، هي النقطة المركزية للإيمان المسيحي. مين. لأنه لو ما كانت القيامة هو دي يؤكد هنا كانت كرازتنا باطلة. فدي هنا بولس يريد يؤكد ويركز على نقطة جدا مهمة، أنه قيامة المسيح هي تبنى عليها الإيمان المسيحي. من قال ب 15 14 إلى 17 إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا. طبعا أكو ناس كانوا ما يعترفون أنه قام المسيح، يقولوا أو صارت بها شهادات زور أنه أخذ الجسد وغط، ومن أحد يقولون أنه قام المسيح، لكن بالفعل أنه المسيح قام. ولا ننسى أنه بولس ما كان بهذا الحدث، لكن بإعلان الوحي الروح القدس له أنه بالفعل القيامة كانت حقا حقيقية يعني. ومو بس هذه، يقول باطل أيضا إيمانكم، ونوجد نحن أيضا شهود زور لله، لأنه شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقومه إن كان الموتى لا يقومون. لأنه مثل ما نعرف أنه اليهود كان أكو قسم من عندهم ما كانوا يؤمنون بقيامة الأموات، ولكن يسوع كان النموذج الحقيقي اللي صار أنه أكو قيامة بعد الموت، أكو حياة ثانية. والمسيح صار باكورة الراقدين مثل ما قرينا في 20 في كورنثوس الأولى، أنه هو باكورة الراقدين الذي قام من الأموات وأقام نفسه من الموت أيضا، وأنه القيامة هي حقيقية. القيامة هي مركز حقيقي ومركز رئيسي يتبنى الإيمان المسيحي عليها. وعندنا النبوات وعندنا البراهين الكثيرة جدا. نعم أكيد. إذا كان هيكون الوقت هنقدر ناخد بعض حاجات منها اللي برهنت المسيح كان التحقيق للنبوات. تمام كده؟ سواء عهد قديم، وكمان مش بس العهد القديم يتنبأ عن المسيح، لكن هو كمان نفسه. صح، هو قال. يعني هو قال عن نفسه. صح. فلو نبدأ ناخد بعض حاجات من الأسفار اللي اتنبأت عن مجيء المسيح. نعم. عن قيامة الأسفار المسيح. أكد الأسفار المقدسة أكدت أنه يسوع 28 5 أو 6 يقول الوحي فأجاب الملاك وقال للمرأتين لا تخفا أنتما فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب لأنه قام كما قال. انظران الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه.
الملاك من أخبر يسوون الحنوط أو يقدمون العطور المريمات. المريمات نعم. أكد الملاك أنه المسيح قبل ما يموت قال أنه أنا راح بس كثير الناس ما فهموا من قال اهدموا هذا البيت وأقيمه في ثلاثة أيام سأبنيه في ثلاثة أيام. هو كان يقصد على هيكل جسده، لكن للأسف لأنه ما قصد المسيح كثير من الناس وحتى التلاميذ كانوا كان أكو شكوك في هذا الأمر، لكن الكتاب يؤكد أنه المسيح قام، وهو قام أكد أنه راح يقوم وقام. طيب يعني زي ما بنقرأ في الأناجيل الأربعة في أماكن كتيرة أن المسيح يتكلم مع التلاميذ أنه هيموت ويقوم في اليوم الثالث حسب الكتب، ومرات عديدة الحقيقة. صح. هل أنه مع أنه ده مش كان نبوات ولا رؤى ولا أحلام، لا ده كلام حقيقي المسيح كان بيقعد معاهم بيكلمهم على الأمر ده، هل الخوف مثلا خلاهم ينسوا الكلام دوت؟ هل الظروف، هل اللي هم حطوا عينيهم على الواقع وصدقوا الواقع أكتر من كلمة الله؟ لأنه المسيح مش موجود خلاص، المسيح اتصلب ودخل القبر ماشي. فهل الواقع مرات والظروف اللي حوالينا بتخلينا حتى أني نشك في كلمة الله؟ نعم، لأنه إبليس دائما يحاول يدخل الشكوك في أذهاننا وأنه ما نثق بوعود الرب ولا كلام الرب. التلاميذ بوقتها أكيد صار هذا الشيء معاهم حتى توما، وحتى بعد القيامة قال له المسيح أنت ليش تشك يا توما؟ تعال جيب إيدك. إلى هذه الدرجة حتى بعد القيامة، لأنه الواقع اللي كان حولهم كان غير شيء. واللي صار مع المسيح أنه يسوع قال أنا راح أقيم ملكوت على الأرض، وهم كانوا يعني عندهم آمال أنه المسيح يجي يخلصهم من العبودية ومن الرومانيين، لكن المسيح ما كان يجيبني جاي يأسس نظام سياسي، لا جاي يأسس نظام روحي على الأرض، ملكوت على الأرض. ولهذا كان أنه من أخذ المسيح وكأنه كل الأمور اللي شافوها التلاميذ مع المسيح انتهت، أصبحت خيال. نعم أصبحت. انتهت، لأنه شافوا المسيح دي يموت، شافوا المسيح دي ينصلب، ده يتعذب وما عنده لا حماية، لا هم قادرين يعملون شيء. وفي نفس الوقت الرسل، لأنه ما كان، أنا أتصور يعني هذا رأيي الشخصي، أنه ما كان عندهم هذه الثقة الكاملة بوعود الرب. لكن نشكر الرب أنه بعد 50 يوم من حل الروح القدس أعطاهم الحق، اللي حق الوعد اللي أخذوه من الروح القدس، وبدأوا يكرزون الملاك لما قال للمريمات أنه هو قام زي ما قال، قام كما قال، وخدهم وراهم قال لهم المكان ده. فده هنا بيورينا أنه شهادة على كل حد بيشك أنه مش المسيح هو اللي مات، أنه شبه يعني شبه المسيح اللي هو مات على الصليب، لكن هنا الملائكة بيأكدوا المسيح المصلوب، يعني كلمة المصلوب، وكأن الوحي المقدس ذكر الكلمة دي عشان يرد على كل شاكك وكل حد عايز يزيف صلب وقيامة المسيح، لأنه قام كما يسوع المسيح اللي أنتوا بتدوروا عليه. يعني أنتوا مش بتدوروا على، لا هو قال لهم كده، يسوع المسيح اللي أنتوا بتدوروا عليه تعالوا شوفوا المكان أهو فاضي. صح. يعني اتفضل. لا اتفضل. طبعا هو صار شكوك، لانه الكهنه والفريسيين كانوا متاكدين انه المسيح قام، لكن بالرشاوي وبالاشاعات اللي طلعوها انه ها لا هم اخذوا جسده وخفوه. ولهذا احنا نريد نركز على نقطه، انه من اكد الملاك للمراتين وللمريمات انه المسيح قام، والدليل تعال شوفوا أنتوا حطيتوه بهذا المكان والدليل أمامكم. طبعا الأدلة بعدين المسيح أعطاها بنفسه بعد ظهوره، لكن أول دليل كان أنه تعالوا انظروا، ما موجود هو هنا، ليس هو ها هنا، لقد قام كما قال. فهذا كان التأكيد الأول من الملاك أنه المسيح قام بالحقيقة، وليس أنه خطف أو شبه به أو أخذ جسده وتخبر في مكان ثاني. لو النهاردة بعد أكثر من 2000 سنة ماشي،
برضو بعض الناس مع انه النهارده احنا بنتكلم عن المريمات, بنتكلم عن التلاميذ كانوا حاضرين المشهد, هم عاشوا مع المسيح, هم شاهدوا قصه الصلب, شافوا بعينيهم وشافوا القبر كمان فارغ. بعد اكثر من 2000 سنه ما زال برضو في بعض الناس لسه شك. اللي اقول ايه للشخص اللي بيشك بعد اكثر من 2000 سنه, بالذات لما بشوف بولس بيكتب الكلمات دي الحقيقة اللي قرينا منها. نعم. بيقول فإني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا, أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب, وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. وبولس الحقيقة هنا بيذكر الثلاث حاجات, أنه مات من أجل خطايانا, اثنين أنه دفن, ثلاثة قام من بين الأموات. يعني بيركز قوي. أقول إيه النهاردة لكل حد شاكك, لكل حد لسه مازال بيشك, إنه لأنه قد يكون في البعض معجب بشخصية المسيح, يحترم المسيح, بيحب المسيح, ممكن يقبل كل كلام عن المسيح ما عدا الصلب والقيامة. نعم. قسيس هو قال بالبداية بولس قال وأعرفكم أيها الأخوة بالإنجيل. الإنجيل هو الطريق الوحيد اللي أنا يقودني إن أصدق كل كلام الله. ليش؟ لأنه كلام الله بقوة للخلاص. يقول الكتاب يقول الإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه. أنا من أقرأ الكتاب المقدس وأكون جدي في البحث, كلمة الله تنخس القلوب, وكلمة الله تخترق المخ والجسد والنفس وحتى النخاع كما يخبرنا الكتاب, لأنه كلمة الله لا ترجع فارغة. كلمتي يقول لا ترجع فارغة. أنا إذا أريد أكون حقيقي, أكون أمين مع نفسي وصادق مع نفسي وأمين مع الله, أنا لازم أبحث في الكتاب المقدس في الإنجيل, لأنه هو اللي راح ينطيني كل الحقائق وكل الوعود وكل الكلام اللي أكده المسيح عن هذا الموضوع بالذات عن القيامة. الإنجيل هو الطريق الوحيد اللي يخليني أصدق هذا الكلام. هذا واحد. اثنين, بولس نفسه احنا يذكر بعدين يقول انا كنت مضطهد للكنيسة. انا كنت مضطهد للكنيسة, انا كنت احارب الكنيسة, لكن وشهد على قتل استفانوس. نعم. لكن هسه نشوف بولس دا يبشر. اذا بولس شنو اللي خلاه يتغير؟ شنو هذا التغيير اللي صار؟ لانه بولس كان من الناس المختارين اللي الرب ظهر له واعلن له كثير امور بالوحي, وهو شاف المسيح شخصيا. شخصيا. نعم. يعني شاف المسيح شخصيا. نعم. فهو مش مجرد مثلا لا ده حد قال له لا عن المسيح, لا ده هو شافه شخصيا. نعم. وحتى انه يقول انا اصغر الرسل. يعني هو يعتبر نفسه من الرسل رغم انه هو ما شاف, لكن هو شاف الرب اللي ظهر له وشافه بنفسه بالفعل, لانه هو كان يضطهد الكنيسه والان تغير. اكو كثير امور بالحياه اذا نشوف انا اكو هذا الانسان تغير. ليش؟ كان هذا كان زاني, كان قاتل, كان يعني في حد ذاتها شهادة لينا. طبعا طبعا. فأنا أشوف يعني الجواب هو جدا بسيط لكن يحتاج إلى بحث وأمانة حتى. حلو قوي. يعني أفهم من كلامك أنه لازم أكون محايد, وإذا الإنجيل هو خلاص الإنسان فلازم أبحث في الكتاب المقدس. معنى لازم أقرأ الكتاب المقدس. طبعا. لو أنا برضو شاكك إن الإنجيل ده مش حقيقي, قد يكون برضو إنه البعض بيقول إن الإنجيل اللي معانا مش حقيقي. ماشي. هو الإنجيل اللي هيوصلني للقصة دي هيوصلني للحقيقة. إذا أنا شاكك في الإنجيل إن هو محرف ولا مش محرف, المفروض علي إن أنا أقرأ عشان أحكم. طبعا. يعني المفروض إنه يعني أنا ما أقدرش مثلا حد يجي يقول لي مثلا النهاردة إن سوري إن الأخ ماجد ده كذا كذا كذا. صح. أنا لو صدقت يبقى أنا بظلم ماجد. صح. فأنا بالتالي إن أنا محتاج أعرفك. صح. أتعرف عليك وبعدين أقدر أحكم. فلو أنا من حقي إني أنا تعلمت كده, قال لي كده, سمعت كده إنه الإنجيل ده مش حقيقي ومحرف. بس ده كلام أنا سمعته, لكن أنا لو حكمت على اللي سمعته هبقى أنا شخص غير حقيقي. طبعا. عشان أكون حقيقي أنا محتاج أقرب نفسي وبعدين أحكم. وده مش غلط ابدا, حتى انه مش غلط ابدا انه اقرا الكتاب المقدس لو انا مش مؤمن مسيحي, اقرا زي اي كتاب. صح. لكن يمكن انه الحقيقه الاقيها جوه الكتاب دوت. صح. لانه انا هنا على الارض اقدر اقرر المصير.
أكيد. وإحنا بنقول إيماننا المسيحي بيقول ما فيش خلاص إلا بيسوع المسيح. أمين. فأنا أشجع كل حد بيشك، كل حد حتى لو هو إيمانه بيقول إن الكتاب محرف، ابحث دور. وأنا بشجعك النهاردة قبل ما ناخد تميمة من أخ ماجد، ما فيش مشكلة لو أنت مش قادر تصدق إن المسيح مات على الصليب. ياما ناس كتير قوي ما كانوش مصدقين زي حضرتك، زي حضرتك، لكن صلوا بكل أمانة والمسيح ظهر لهم شخصيا، أكد ليهم المسيح، ما بعت لهمش ملاك لكن جالهم هو شخصيا. لو الكتاب أنت شاكك في أن الكتاب المقدس هو محرف، افتحوا اقرأ والله بنفسه، الله أؤمن أن الله حق والله عادل، والله الحق والعادل لن يتركك تائها، هيجاوبك على كل تساؤلات. تعالوا مع بعض نرنم مع الأخ ماجد، وأرجو أنك تكتب تلباط صلاتك عشان نقدر نصلي معاك في نهاية الحلقة. كيف لي أن أمكوث بائسا في الجلجوثة وشمس الرجاء لاحت والرب المسيح قام، المسيح قام في الحقيقة قام، المسيح قام في الحقيقة قام، حمل أحزاننا غفر أثامنا بجلدته الشفاء وهو نبع السلام، المسيح قام في الحقيقة قام، المسيح قام في الحقيقة قام، شوكة الموت كسر لما قام وانتصر، فأنار الطريق وأزال الظلام، المسيح قام في الحقيقة قام، المسيح قام في الحقيقة قام، لو كان صليبك أنهى قصة حبك لما كنت الآن حيا أهتف، المسيح قام، المسيح قام في الحقيقة قام، المسيح قام في الحقيقة قام، أمين. المسيح قام حقا قام. دي كانت أخ ماجد، دي كانت التحية زمان الكنيسة الأولى، ما كانوا بيقولوا مرحب وشالوم ولا أي حاجة، لكن كانوا بيقولوا لما كانوا بيقابلوا بعض فكانوا بيسلموا على بعض المسيح قام، يرد عليه الآخر حقا قام. كانت تحية جميلة الحقيقة في بداية الكنيسة. الرب يدينا أنه فعلا نقدر نعيش القيامة كل يوم، لأن القيامة مش حدث تاريخي حدث مرة في السنة لكن حدث كل يوم. أخ ماجد، القيامة علمتنا، مش كانت تأكيد على قيامة الرب يسوع لكن علمتنا حاجات أكيد، وكان الدرس الأول والقيامة الأولى كانت مهمة أوي للتلاميذ. طبعا القيامة كانت رسالة لتلاميذ المسيح، لأنهم هم كلهم شافوه أنه مقام، وبعد ما قام أكلوا معه وشربوا معه وأخذوا تعليم من عنده أيضا، فكانت الرسالة الأساسية
هي قيامة المسيح، ولهذا احنا بالبداية قلنا انه ايماننا المسيحي مبني على قيامة المسيح، والرسالة اللي تسلمناها من الرسل كانت هي قيامة المسيح من بين الأموات، ولهذا قال بولس مثل ما ذكرنا لو لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا. الرسل كلهم ركزوا على هذا الهدف وعلى هذا الحدث لأنه هو الأساسي في إيماننا المسيحي وفي بناء علاقتنا مع المسيح، فكانت رسالة ولحد الآن هي رسالة إحنا أيضا نقوم بها ونخبر كل الناس بها، أنه المسيح اللي جاء واتصلب واللي شال الخطيئة عني وعنك اللي كنت أنا مستحق هذا العقاب هو شاله، لكن هو غلب الموت وكسر شوكة الموت وقام ورح يقيمنا معه في الأبدية. ظهور الرب يسوع لكل المجد للتلاميذ لمدة 40 يوم كان بيعالج حاجات كتيرة في شخصيات التلاميذ. يعني هو عالج المسيح لكل المجد لما كان عايش معهم 3 سنين وشوية، عالج حاجات كتير قوي، لكن بعد القيامة في خلال 40 يوم عالج بعض حاجات، وكأنه فترة العلاج لسه ما انتهتش ليهم، فابتدى يعالج الخوف والضعف، مع أنه كان في خوف قبل كده، لكن كانت مهمة قوي قوي الأربعين يوم دي في حياة التلاميذ، لأنه بعتقد أنه المسيح هيسلم المأمورية العظمى كلها. صح. يعني هو جاي من أجل المأمورية العظمى، لأنه المسيحية هي محبة الله، الله خلق الإنسان، حب الإنسان، فدى الإنسان. صح. يعني هي دي المسيحية بتاعتنا. أكيد. وبالتالي أنه الرب ليه كل المجد هيعطي المسؤولية العظمى كلها للتلاميذ اللي هم من خلالهم هينتشروا ويفتنوا المسكونة كلها. فكان مهم قوي قوي اللقاءات اللي تمت، يعني اللقاءات بنلاحظ أنه ظهر مرة، يعني لوقا بيقول لنا أنه ظهر لبطرس لوحده، وبعد كده ظهر للمريمات، ظهر للتلميذي عمواس، ظهر للإحدى عشر، ظهر للإثنى عشر، ظهر لأكثر من 500 شخص، في ظهورات كتير قوي قوي. فأنا شايف أنه يعني ضمنها أول حاجة قالها المسيح أول ما جل التلاميذ في العلية، سلام لكم. أعتقد أنه إحنا محتاجين للسلام، يمكن أنه إحنا بنحاول ندور على السلام بطرق مختلفة، لكن السلام الحقيقي في مقابلتي مع الرب، أكيد في قعدتي مع الرب، في عشرتي مع الرب. هو يسوع قال لقسيس، قال سلامي أعطيكم، سلامي أترك لكم، لا كما يعطي العالم. لأنه يعرف المسيح السلام الموجود بالعالم مؤقت وممكن يكون مزيف، لكن السلام اللي ناخذه مع المسيح هو سلام دائمي. حتى احنا في وسط الضيقات وفي وسط الظروف الصعبة، في وسط هذا الوباء اللي احنا به واللي راح نمر في الأيام القادمة ممكن تكون أسوأ، لكن الإنسان المؤمن له سلام داخلي عجيب، بحيث الناس تشوف وتقول أنت ليش هالشكل؟ أنت وكأنه ما مهتم بالأمور، لا أنا عندي سلام لأنه أنا مصدق بالوعود اللي أعطاني الرب، ومصدق بقيامة الرب، لأنه أنا الرجاء والسلام اللي عندي هو من خلال هذه القيامة. لأنه مثل ما تفضل القسيس أنه عالج المسيح بعد ما قام، عالج كثير أمور في الرسل، وإحنا في نفس الموقف نكون إحنا مرات قبل ما نجي المسيح نكون خائفين من كثير أمور، خائفين من الحياة، من المستقبل، من شلون نعيش، شلون ندبر أموراتنا، شلون راح أكمل حياتي، لكن من نلتقي مع يسوع ينطينا هذا السلام، وهذا السلام ما حد ما يقدر يعرفه إلا يختبر المسيح ويعيش مع المسيح. هل قيامة المسيح ما زالت بتعالج فينا كمؤمنين؟ يعني ما زالت النهاردة بتعالج فيا أمور لما بشوف قيامة المسيح، لما بشوف الرجاء وسط الظروف الصعبة، بعد ما فقدان الأمل، بعد ما الظلمة الكبيرة اللي كانت على وجه الأرض، بعد ما القبر اتقفل على المسيح خلاص، بعد ما الخوف، هل قيامة المسيح بتعالج النهاردة جوايا؟ نعم. إذا ما كانتش بتعالج جوايا فهل المشكلة ممكن تكون فيا؟ 100%، 100%، وليس 100%. طبعا الخلل دائما يكون بينا. ليش؟ أنا أحب أرجع لي هذه الكلام اللي قال الملاك، لأنه قام كما قال المسيح، كل وعد ما خلف فيه، أي وعد أعطى ما خلف فيه، وأكد على كل وعوده. فأنا من أجي أقرب الكتاب وأشوف اختبارات الناس اللي صدقوا كلام يسوع شلون عاشوا، إذن الخلل أنا بي لازم يكون، ما بي مو بي هو، لأنه هو حاشا يكون خلل بي، هو الإله
هو أمين وصادق، ليكن كل ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذب. المسيح صادق في كل كلامه، لكن الخلل يكون بيا، ممكن يكون عندي شك، ممكن يكون عندي خوف، ممكن يكون عندي عدم معرفة أو عدم قرب مع المسيح أو عدم، ممكن يكون في كبرياء كمان، ممكن في كبرياء أنا قادر أخضع صح لكلام المسيح ولا لحياة اللي يريد المسيح لي، فأكيد الخلل يكون بيا، وهذا طبعا شيء جدا خطر، لأنه أنا الإيمان هو شنو؟ أنا أصدق بأمور لا ترى. إحنا ما شفنا المسيح قام، لكن الرسل أقبلونا واللي استلموا الرسالة وإحنا نشهد إلى هذا اليوم أنه فعلا إحنا نصدق المسيح جاء وعاش كإنسان على الأرض وتصلب وشال خطيتي وتصلب ومات وقام، لأنه هذا إيماني المسيحي اللي أنا أكد عليه. وزي ما بتقول أخ ماجد، خطورة كبيرة جدا إذا كان كنت برفض القيامة. رفض القيامة معناها رفض الحياة، يعني لأنه الحياة ما تموتش، وده الدليل أنه الكتاب لما يوحنا بيكتب لي فيه كانت الحياة والحياة كانت نور للناس. الحياة ما كانش ينفع تكون في القبر، ما ينفعش يتقفل عليها القبر وتروح، فلا يمكن للحياة أن تموت. فإذا أنا كنت في المسيح أنا كنت في الحياة، إذا أنا خارج المسيح أنا خارج الحياة. وهنا خطورة كبيرة جدا لكل حد رافض القيامة، لأنه بمعناها رافض الحياة، أكيد، لأنه فيه في المسيح. بعيد عن المسيح لا توجد حياة، لكن في المسيح في حياة. وده اللي احنا بنشجع كل حد بيشوفنا لسه رافض قيامة المسيح، احنا يعني احنا هنا عايزين نشجع، عايزين نصلي معاك، عايزين نباركك، عايزينك تنال الحياة، نكشف الحقيقة ونكشف الحقيقة. وأرجوك افتح قلبك النهاردة، ويمكن محتاج تصلي لربنا وتقول يا رب اكسر الكبرياء اللي جوايا، انه انا مش قادر، أنا مش عايز اعترف. اصلي من كل قلبي انك تقبل الحياة، لانه رفض المسيح يعني انك انت ترفض الحياة، وده اخطر شيء، اخطر شيء. اخ ماجد في حاجة تقولها في النقطة دي بالنسبة للتلاميذ قبل ما ناخد تميمة؟ نعم قسيس، بولس اكد وسرت قائمة طويلة من شهود العيان، يعني ما كان انه بس التلاميذ شافوا او بطرس شافوا، لا يقول أو أنه ظهر لصفا بطرس ثم للاثني عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، وبعد ذلك يخبر أيضا ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل ظهر لي. هنا بولس يعني رغم أنه سرد كل هذه القائمة وهو يمكن ما عاش مع المسيح، لكن هو الرسول اللي المسيح اختاره يكون إناء حتى يقدم المسيح للأمم. أنا آخر وكان أصغر، يعتبر نفسه أصغر الرسول، يقول وأخيرا ظهر لي، رغم أنه هو ما شاف، لكن من ظهر له في طريق إلى دمشق هو يحارب الكنيسة، قال له منه أنت؟ قال له أنا المسيح اللي أنت تضطهده اللي تحاربه، فظهر له. وبعدين ظهر له أكيد في إعلانات أخرى يأكد عليها. أنا هرجع للنقطة دي تاني، لأن النقطة دي مهمة أوي ظهور المسيح، وبالذات لأن بولس يكتب الجملة دي. لكن ناخد ترنيمة ونرجع نكمل النقطة دي. صديقي إذا كان عندك أي صلاة، حتى لو النهاردة صلاتك هتكون أنه صلوا لي عشان أفتح قلبي وأفهم وأعرف قيامة المسيح، إحنا محتاجين نصلي معاك من أجل الأمر ده، أو نصلي معاك من أجل أي طلب أمر آخر، إحنا موجودين هنا، اكتب وابعت لينا صلاتك. يسوع قام حول الظلام إلى الصبح والموت في حياة، لنا الحياة به والقيامة، لا يقدر إبليس أن يضعفنا، إبليس تحت أقدامنا للأبد، تحت أقدامنا، إبليس تحت أقدامنا للأبد، تحت أقدامنا. بين الشعوب لسنا نحسب، من اجتمع علينا يسقط، نار السهام وهي ترجع، والشر منا لا يقترب، إبليس تحت أقدامنا للأبد.
العشور الردية، فالرب يكمل أيامنا إبليس تحت أقدامنا للأبد، تحت أقدامنا إبليس تحت أقدامنا للأبد، تحت أقدامنا. هيا نعلي نهتف نغني لملك يسوع في وسطنا، رب الأرباب رفيع في المجد، سلطانه على كل اعتلاء، يسوع فوق أعدائنا للأبد، فوق أعدائنا، يسوع فوق أعدائنا للأبد، فوق أعدائنا، إبليس تحت أقدامنا للأبد، تحت أقدامنا، يسوع فوق أعدائنا للأبد، فوق أعدائنا. أمين. أخ ماجد، قبل الترنيمة كنا بنتكلم عن ظهور المسيح لأعداد مختلفة، وبالذات لما بولس كتب لينا أنه ظهر يعني لي أنا في الآخر، وكأن أنا بيحسب نفسه أنه أصغر الكل مع أنه كان لي مكانة عالية جدا. القيامة هنا بتعلمنا التواضع، يعني بولس هنا كرسول وكالإناء اللي المسيح قال عنه أنه هذا إناء مختار لي، ما قالهاش لحد تاني. لكن القيامة بتعلمنا إزاي أن أنا أكون متواضع كمان، أنه أقدم. بولس سرد لينا الظهورات كلها، وفي الآخر قال وكأنه يعني أنا كمان. صح. أدي أنه هي القيامة كمان حد ذاتها أنها رجاء، أنها حياة، لكن في نفس الوقت تواضع، أنه الذي بلا خطية صار خطية لأجلنا. اللي قبل الصليب كان بيعلمنا دروس إزاي نغسل أرجل بعض وحاجات زي كده، إزاي أقدر أتعلم أن أكون حتى لو أنا مستخدم، حتى لو أنا ربنا باركني بحاجة كبيرة، إزاي أكون متواضع وأقدم الناس قبلي. المسيح قال تعلموا مني لأني متواضع القلب. أنا من أخلي المسيح هو القدوة لحياتي، هو اللي عاش أمام الرسل بكل مراحل الحياة، إنه هو لا سمع له صوت بالمحلة، وقصبة مرضوضة كان، كان جدا متواضع، على الرغم أنه الناس أو الفريسيين ممكن كانوا يشوفوه غير شيء، لأنه هم كانوا خايفين على المركز والسلطة. لكن أنا أتعلم من القيامة أنه أتواضع، لأنه هذا الإله اللي تنازل من عرشه وأخذ جسد مثل جسدي أنا وعاش على هذه الأرض، أنا ما أقدر أقول أنه أكثر من هذا التواضع، يعني ما أقدر أشوف أكثر من هذا التواضع. إله له كل السلطان، له كل القدرة، له كل المجد وكل الإيد القديرة على كل شيء، هو المتسلط على كل شيء، لكن نزل من عرشه حتى يكون يعلمني التواضع. شلون أنه أنا ما أرتفع، لا، شلون أنا دائما أكون خادم، أكون أنا دائما أقبل كل عطية ينطينيها الرب في حياتي. مو بس هذه، أنه أنا أكون مثال، أنا أتشبه بالمسيح، لازم أنا أصل إلى تلك الصورة عينها، أن أشبه المسيح حتى أكون فعلا نموذج لهذا التواضع اللي الرب يعلمني إياه ويكون بينه. فالتواضع جدا مهم في حياتنا مع المسيح على هذه الأرض. أمين. وإحنا بنتكلم في أنه قد إيه كانت مهمة قوي قيامة المسيح للتلاميذ أولا، ثم لي نحن كالمؤمنين في الوقت دوت، بشوف أنه إدت قوة بعد ما التلاميذ امتلأوا بروح القدس، وشفنا أنه التلاميذ اللي كانوا خايفين، لكن ظهور المسيح وحلول الروح القدس عليهم إدى قوة كبيرة جدا، ولدرجة أن احنا نشوف بطرس يخش المجمع لليهود ويحاجيهم ويقول لهم أنتم الذين صلبتموه، أنتم اللي قتلتموه بأيد أثمة، يعني بيأكد ليهم أنتم الفعلة، يعني مش حد تاني. ودي برضو شهادة لكل حد بيشك
تأدي بولس بطرس أهو داخل مجمع اليهود بعد مرور 50 يوم أو أكثر من 50 يوم وبيقول لهم أنتم اللي قتلتموه وصلبتوه. يعني دي برضو دلال وقوة لبطرس. قوة القيامة بعد حلول روح القدس. والمثال بطرس يعني أكبر مثال هذا. هي القيامة اتغير. نشوف أنه قبل كم يوم بطرس أنكر المسيح، قال أنا لا أعرفه، وثلاث مرات أنكره. لكن بعد القيامة، بعد ما أخذ الروح القدس وما شاف يسوع أنه فعلا حي، غيرت بطرس، غيرت موقف بطرس، غيرت كل أفكار بطرس، بحيث هذا اللي أنكر جاء يقول بالمجمع أنتوا اللي صلبتموه. ينطي القيامة أعطت جرأة أنه هذول الرسل اللي كانوا خايفين وملتمين في علية في مكان واحد وخايفين يطلعون، لكن القيامة أعطتهم، طلعوا بعد الحلول الروح القدس بعد 50 يوم ويصيحون بالشوارع جهارا، لا بل بجرأة بالمجمع يقولون أنتوا اللي صلبتموه. القيامة أحدثت تغيير، والتغيير اللي حصل دوت لبطرس والتلاميذ يقدر يحصل معايا، أكيد يحصل مع كل حد فينا، أكيد لأنه أنا برضو زيهم، ممكن بكون بخاف، يمكن ما عنديش جراءة، يمكن ما عنديش أنه مش عايز أطلع لبرة. فكل ما أنا كنت متاح ليد الله وتحت يد الله، كل ما الله استطاعني يستخدمني زي التلاميذ دي. وأنا أعتقد النهاردة أن إحنا محتاجين، ده مش كلام اتكتب لنا عشان فقط نقراه ونعجب به وكويس أمين حلو قوي، لكن كمان عشان أن أنا أخذ درس. أدي بطرس اللي كان خايف، بطرس اللي أنكر، أنا كمان ممكن أكون زي بطرس، ممكن زي يكون أن الله لما بتقابل قوة القيامة تغير فيا وتبدل فيا وتصنع مني من خائف جبان إلى شاهد أمين جريء. صح. يعني لأنه إحنا مطالبين برضو أن إحنا لا نسكت. لا. عشان كده الكتاب بيقول لنا لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. عدم الصمت. الإنجيل بتاعنا ما عندناش إنجيل آخر غير أن احنا الإنجيل بتاعنا اللي بنبشر به أن يسوع مات من أجل خطايا العالم، أنه دفن، أنه قام. ده الإنجيل اللي عندنا، ما نقدرش نبشر بأي إنجيل تاني. يعني ما ينفعش نبشر بإنجيل يرضي الآخر، يرضي شخص تاني. لا 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 طبعا، هو ده الإنجيل بتاعنا. أكيد. لا ننسى أنه نركز على هذه الرسالة، هذه كانت رسالة الرسل والرسالة اللي أنطاها يسوع، اذهبوا وبشروا لكل المخلوق بكل ما أوصيتكم به. ومو بس هذه، هم كانوا شهود. يقول في أعمال الرسل أعمال 2:32 يقول فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك. ونحن من هذا الممر نقول نحن أيضا شهود لذلك أن المسيح اللي صلبتموه، اللي صلب بأيدي أثمة، أقام الله من الموت ناقضا أوجاع الموت كلها. التلاميذ بقى معظمهم دفعوا ثمن، يعني معظمهم دفعوا ثمن، ونتعلم برضو من الثمن. كل واحد مات بطريقة، صح، يعني معظمهم تقريبا ماتوا بطرق مختلفة، دفعوا ثمن ضريبة تبعيتهم للمسيح، لكن ده ما كانش فارق معاهم، هم كانوا عارفين كده، هم مشوا في نفس، ينبغي أننا نسلك كما سلك ذاك، نفس الطريق. وده برضو أقدر أتعلم من هنا أنه الكتاب بيذكر لنا نهايتهم، وإن كانت مرعبة إن كيف طرق الموت لكل واحد فيهم، لكن ده الضريبة، لكن ده ما كانش فارق معاهم. أعتقد إنه كل ما أنا حبيت المسيح وكل ما أنا آمنت بيه وحبيت رسالته، كل ما أنا استطعت إن أنا مش بخاف. ده مش معناته ان انا بحترم عدم احترام الاخر، انا بحترم الاخر، ماشي، احترم كل عقيده، احترم كل فكر اخر، لكن في نفس الوقت انادي بكل جراءه بالمبدا بتاعي وبالكتاب بتاعي. صح صح، حتى لو كان في ضريبه هندفع. صح. المسيح قالها، لانه يعني هو انطانا كثير امور هنا انا لازم نصدقها ولازم ناخذها في الحسبان. قال ليس العبد احسن من سيده ولا التلميذ احسن من معلمه، فاذا انا بي عمل هاكث، انتوا ايش راح يعملون بكم؟ قال راح يكون لكم ضيق في العالم، لكن ثقوا اني قد غلبت العالم. واحنا نعيش على هذه الوعود اللي انطانا الرب. احنا لازم نعرف انه نتالم، كل الرسل اضطهدوا وتالموا،
ما عدا يوحنا. يوحنا طبعا أكيد تألم لكن ما قتل ولا صلب مثل بقية الرسل، اللي واحد انصلب مقلوب مثل بطرس، بولس قطع رأسه، يعقوب أخو الرب رجم بالحجارة حتى الموت، يعقوب أخو يوحنا قتل بالسيف، لوقا قتل أيضا وتداوز بالسهام، وتوما قتل أيضا بالحربة، برثلماوس سلخ. إذا إحنا يعني نتأمل بالطرق اللي ماتوا بها فعلا مثل ما قلت قسيس هي مرعبة، لكن هم ما حسبوها، ما حسبوها هي تكون مرعبة، بالعكس هي حسبوها ربح مثل ما قال بولس، قال ربح لي، هي هذا ربح، أنا أموت من أجل شهادتي للمسيح، هذا ربح لي وليس خسارة. فإحنا بنحط نفسنا موقف الرسل، إحنا ممكن نتألم، ممكن نضطهد، ممكن نقتل، لكن لازم نكون دائما شهود أمينين ونقول إحنا شهود لقيامة المسيح. قيامة المسيح أدت أنه العالم اللي بلا رجاء، وأنا مش قصدي العالم اللي هو العالم المادي، لكن أقصد العالم اللي هو إحنا البشر، أدت للإنسان رجاء وخلاص، لأنه لا يوجد عقيدة أو فكر تاني يضمن للإنسان الأبدية من على الأرض. فمعظم الأفكار وديانات كتير قوي بتؤمن أنه هذا الأمر متروك لله، هذا الأمر متروك لله، لكن الكتاب المقدس والمسيح بيعلمنا أنه من آمن بي ولو مات فسيحيا، حيثما أكون أنا تكونون أنتم أيضا، ده الكلام اللي قاله المسيح، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو القيامة، أنا هو الباب، أنا هو الأول والآخر، أنا هو البداية والنهاية، الألف والياء، أنا 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 أنا، لم يكن ما فيش حد قال أنا غير المسيح. ماشي، فأفهم من هنا أن القيامة هي رجاء وخلاص، صح، والعالم بعيد عن المسيح ما عندوش رجاء، هلاك. هو أكيد اللي ما يصدق، طبعا الإنسان الله خلقه حر، هو يختار طريقه، لأنه هو يروح باختيارك وبقناعتك أنت، لكن الرب يسوع من محبته لنا يقدم لنا كل أقدر أقول كل الإمكانيات اللي نقدر نخلص بها. الكتاب هو كافي لخلاصنا، والقيامة اللي صارت وهي تخلصنا. فأنا لولا القيامة ما كان عندي رجاء أنه أقوم أو أكو حياة ثانية أبدية أعيشها مع الرب. ولا ننسى أنه غيرت التاريخ، يعني إذا إحنا نرجع للتاريخ ونشوف شلون كان وشلون صار، القيامة غيرت ناس، ملايين من الناس تغيروا، حياة القداسة، كانوا بالظلمة وجاءوا إلى النور، والمسيح جاي يطلعنا من هذه الظلمة، لأنه الموت بظلمة هي النور، والمسيح هو النور، قال أنا النور العالم، أنا النور الحقيقي، فأنا لازم أكون مصدق وواثق 100% أنه وأنه أنا أثق بوعود الرب اللي قالها في كل خطوات عملية. لو حد النهاردة موجود معنا وبيحب أنه يطلب الحياة الأبدية، بيطلب الرجاء والخلاص، أولا أنا لازم أكون وجه لوجه مع المسيح، يعني أنا إذا أريد أقرر أنه أنا أختار أثق بالمسيح، لازم أكون أنا متأكد أختار طريق الخلاص. الحياة العملية اللي بيكون بها أنه أنا لازم أولا أقرأ الكتاب المقدس، أنه هو الكتاب اللي يرشدني إلى هذه الحقائق. ثانيا أبني عشرة حقيقية مع الله، يكون عندي أوقات خلوة مع الله، أسأله أطالبه، الله ما يزعل إذا أنا أطالبه بوعد هو أنطالبه. إذا أنت فعلا قيامتك حقيقية اكشف لي هذا الأمر، لكن لازم نكون حذرين بنقطة، أن احنا ما يصير نجرب الرب، أنا أدخل، أنا لازم أكون على اقتناع كامل أنه أنا أريد أعرف فعلا الحقيقة، قل لي يا رب أنا عرفني الحقيقة، أنا ما أعرف الحقيقة، أنا ساعدني أنه أريد أقرأ الحقيقة. إذا أنت فعلا موجود، إذا أنت فعلا إله جسد وانصلب على هذه الأرض وشال خطيئتي يقام، أنا أريد تبينني، لازم أكون يكون هذا الطلب نابع من كل القلب، لأنه الرب
طلبوا هذا الطلب وظهر لهم شخصيا شخصيا ظهر لهم وبين لهم الحقيقة، بس الرب يظهر إلى أشواق قلبنا. هل فعلا أنا أريد أعرف الحقيقة؟ هل أنا فعلا أريد أخلص؟ لكل من يسمعنا من هذا المنبر، الحل الوحيد هو المسيح. روح مش المسيح محتاج أعمل حاجة. يعني أنا يعني بنال الأبدية والحياة الأبدية والخلاص والضمان للحياة ما بعد، علي أن أنا أفتح قلبي، أن أنا أعترف بالمسيح، أن أنا أقبله، ولو عندي أي شكوك أنا بسأل بدور ببحث وأثق تماما. زي ما بتقول أخ ماجد، يعني الكثيرين النهاردة من الناس بيشوفوا المسيح وجه لوجه. يعني يعني وده أنا بشجع كل حد النهاردة، كلمه أثق تماما أن هو مش بعيد، موجود معاك الآن. الله روح، الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. هو موجود معاك دلوقتي أينما كنت، موجود معاك في الغرفة بتاعتك، موجود معاك في المكان اللي أنت. اركع قدامه قول يا رب أنا برجع، أنا تايه، أنا إنه بعيد عنك مفيش حياة وأنا عايز أبقى في الحياة. أصلي من كل قلبي أن تكون صلاتك النهاردة هي صلاة أنك تنال الأبدية، لأنه بعيد عن المسيح لا يوجد حياة. أمين. أخ ماجد، ربي من أجلة الوقت. أمين. أمين. عندنا كمان طلبة صلاة. إيميليو ميلو إيميليو طلب صلاة من أجل والدي أن يتعرف على المسيح. أمين. أمين. شكر رب. أمين. شكر رب. أمين. في هذا اليوم يا سيد، ونعلن الحقيقة اللي أخذناها من الرسل يا سيد، الحقيقة اللي أنت أظهرتها لكثيرين يا سيد، وأظهرت لنا شخصيا يا سيد، إنه القيامة حق. يا رب نضع بين إيديك أبو أخونا إيميليو أنه يتعرف عليك، أني تقابله يا سيد، أرجوك يا سيد تعامل معاملة شخصية، أظهر له ذاتك يا سيد، وأعلن له حقيقة الأمر، لأنه كثير أكون ناس يا سيد يشكون بهذه الحقيقة، لكن إحنا نطالبك يا سيد بكل الوعود اللي أنت أعطيتنا إياها. أرجوك أنه تظهر له ذاتك وتظهر له محبتك وتغير هذا الشخص ويكون قريب منك ويلتصق فيك ويكون معك في الأبدية باسم الرب يسوع. بدودة يحيى من الجزائر طالبة صلاة من أجل الجزائر، أن الجزائر تشوف المسيح. أمين. اسم يسوع. اسم يسوع. أمين. مبارك اسمك يا سيد، قدوس أنت يا سيد. يا سيد أنت الخلاص فيك، أنت الحياة، أنت الباب يا سيد، أنت الطريق يا سيد. يا سيد نضع بين إيديك هذه البلد اللي ممكن شوهته أفكار إبليس، يستخدم أولاده حتى يشوش أفكار الناس، لكن أنت قادر يا سيد بسلطانك بقوة كلمتك يا سيد أنه تظهر الحقيقة لهذا البلد يا سيد، ويكون هذا البلد خاضع شبر في كل نسمة حياة في هذا هذا البلد، تكون خاضع على سلطانك ولأمرك أنت يا سيد. اسم الرب يسوع نصلي وأنت تستجيب. يا رب أنا بحط أخويا جميل توما بين إيديك يا رب، بشكرك من أجله، بشكرك مصر والعالم والخلاص من الكورونا في اسم يسوع. احنا بنتحد مع اخونا جميل في هذه الطلبة يا رب، نصلي بركة وسلام لمصر وللعالم وشفاء من الكورونا. اختنا جانيت ازار وقعت بالامس، اسم يسوع احنا بنصلي من اجل اختنا جانيت يا رب، مد ايدك لجانيت شفاء خاص من اجل اختنا جانيت يا رب، من فضلك شفاء ودواء خاص يا رب لي الوقعة بتاعتها يا رب، واحفظ جسدها من كل تعب. جد ممكن انت تصلي، انا عايز انك تصلي من اجل والدي تعبان. نعم اكيد ابويا السماوي، انت اله معروف، انت اله رحيم، كنت تجول وتصنع خير يا سيد. يا سيد انت وحدك هذا العالم يا سيد، انت تشوف العالم من كل الزوايا وتشوف الناس المتألمة يا سيد والناس المظلومة. أضع بين إيديك يا سيد أبو أخويا القسيس مرقسط، إيدك تحنن يا سيد، أرجوك تمد إيدك بالشفاء يا سيد، أن تنتشل هذا الوباء يا سيد. أرجوك يا سيد ابعث حياة جديدة وروح جديدة يا سيد عظيم،
أنت يا سيد الجراح الخاص، أنت الطبيب لكل الاختصاصات في الأمراض، لأنك أنت صاحب السلطان بسلطانك يا سيد الوعود يا سيد. أنت قلت كلما صليتموه باسمي تنالونه يا سيد، باسم المسيح، باسم المسيح احنا نطلب يا سيد شفاء أخونا القسيس مرزق. احنا ننتظر يا سيد ونظل نتضرع ونطلب لكل جسد يا سيد يكون فيه مرض، لكل جسد انه شفاء فيك وحدك انت يا سيد باسم يسوع. يا رب انا بتحد انا اخويا ماجد ومع كل اخواتي المشاهدين يا رب، وبنطلب طلبه خاصه من اجل اخويا القسيس اتجار يا رب. هو موجود في المستشفى دلوقتي يا رب. أشكرك من أجل أمانته، من أجل محبته ليك، ومن أجل خدمته الجميلة ليك يا رب. يا رب احنا بنتحد النهاردة وبنرفع أخويا القسيس إدجار بين إيديك. قول كلمة لعبدك من فضلك يا رب. أشكرك لأنه ما أروع يا رب استخدامك ليك يا رب. بنصلي وبنصرخ النهاردة زوروا أنت زيارة خاصة من فضلك يا رب. نفخة في عبدك يا رب، نفخة جديدة باسم يسوع، حماية على جسده من كل وباء، من كل تعب يا رب. في اسم يسوع بنرسل سلام الروح القدس في اسم يسوع. أخ ماجد بنصلي من أجل نشوان، في أخ نشوان عنده ورم في الدماغ وهيعمل عملية باسم يسوع. بنصلي من أجله، خد نشوان وخد مثلا في كذا طلبة تاني كمان باسم يسوع. يسوع من أجل أنور كمان أنه الرب يحرره من عبودية الخطية باسم يسوع. يا رب باسم يسوع يا سيد، يا صاحب السلطان، يا طبيبنا العظيم يا سيد. إلى من نذهب يا سيد؟ إلى من نذهب والحياة عندك أنت، لأنك أنت مصدر الحياة يا سيد. يا رب إبليس يبث بأمراضه في هذا البشر ويريد يفتك بأجسادنا اللي هي أنت بها نمجد اسمك يا سيد. أرجوك يا سيد، أخوي نشوان بين إيديك يا سيد، أمام عرش النعمة نضعه يا سيد. أنت يا سيد تقود العملية، وإذا أمكن يا سيد أنه ما يدخل العملية لكي يتمجد اسمك وحدك، يعرف تعرف الناس أنك أنت صاحب السلطان على كل شيء. مد إيدك يا سيد وشيل الورم من أساسه يا سيد، أرجوك يا سيد. وأخوي أنور يا سيد، أنت اللي تحرر يا سيد، أنت الحرية فيك يا سيد، أرجوك حرره من عبودية إبليس يا رب. يا رب نضع أخونا أنور بين إيديك، لأنك أنت وحدك تستطيع يا سيد كل القيود، كل السهام، كل الشباك يا سيد. أنت تكسر كل خطط العدو وتحرره من الخطيئة ويكون ابن صالح لك ويتمجد اسمك فيه يا سيد باسم يسوع نصلي. يا رب بشكرك من أجل أخوي غطاس، من أجل أختي ابتسام عبد الأحد، من أجل جرجس يا رب، من أجل أخونا نشوان، من أجل أختنا نادية هديل. يا رب احنا بنحط كل الطلبات دي أمامك يا رب باسم يسوع، كل إخواتي اللي ذكرت اسمهم وكل إخواتي يا رب كمان اللي مش قادر أذكر أسمائهم في اسم يسوع. يا رب أنا بحط يدي بالإيمان على كل طلبة، على كل اسم هنا، إنك تمد إيدك يا رب في اسم يسوع المسيح. بنعلن شفائك يا رب وليك كل المجد. أمين. شكرا لكم أحبائي، رب يباركك ماجد، يباركك خاصيس. مبتهجين بحبيبنا يسوع، مبتهجين بحبيبنا يسوع، مبتهجين بحبيبنا يسوع، مجدا لاسمه. ملك الملوك رب الأرباب، ملك الملوك رب الأرباب، ملك الملوك رب